السيف يذهب مع شمشوم للسيد ناصر بن عبد الله المسند ممثل الخور الدايم. وشاهدنا ايضا شوط الخنجر مع ريام رفيقتي في هذا الموسم في التعليق، ايضا تنتزع الخنجر وتذهب بالخنجر الى هالي مرغم، ونقول مرغم 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 ريام ريام مع مرغم. وها هو شوط الشداد ينطلق منذ لحظات، شوط الشداد الزمول المحليات العصايل لأبناء الغبايل. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط، أرى الغزال على المقدمة للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، ننتقل إلى المركز الثاني صوغان للسيد مطر بن محمد الخيال الطنيجي، وفي المركز الثالث الذيب متواجد شعار حربه هنا على ظهر الذيب للسيد حمدان بن سعيد بن يابر الشقي الصغير، دافع اليوم دفع بحربه في شوط السيف وحظت على السيف، وفي هذا الشوط شوط الزمول المحليات شوط الشداد دافع بالذيب في هذه اللحظات هو في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، أرم صيحان في المركز الرابع للسيد عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، وفي المركز الخامس سلهود في المركز الخامس للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى الغزال، والغزال على المقدمة، ها هو الغزال لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط، لكن متعرقل مع الركب العالي على المقدمة هو الغزال للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. وفي المركز الثاني صوغان للسيد مطر بن محمد الخيال الطنيجي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الذيب بقيادة الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر مع الذيب في المركز الثالث. وفي المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. وفي المركز الخامس نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس، سلهود للسيد سلطان بن سيب بن معضد المشغوني. هذه النتيجة، هذا ثاني نداء للمراكز الخمس الأوائل في يوم الختام، في يوم السيوف، في يوم الخناجر، في يوم الأشدة. اليوم يوم الختام والعيون تنظر إلى سباق المساء لهجن أصحاب السمو الشيوخ وإلى سيف الإمارات. ننتظر والجميع تنتظر. ونرجع إلى الغزال، الغزال لا زال يتغزل على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. وفي المركز الثاني، المركز الثاني صوغان للسيد مطر بن محمد الخيال الطنيجي. وفي المركز الثالث الذيب بالمركز الثالث الحمدان بن سعيد بن يابر. ننتقل إلى المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. وفي المركز الخامس وصل مشاغب، مشاغب وصل أول ندى المشاغب، يبي يشاغب هنا في شوط الشداد. ها هو مشاغب للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي، يصل ويخطف المركز الخامس في هذه اللحظات وكفة عملية بالترشيحات. ها هي النتيجة. ونرجع إلى الغزال، الغزال لا زال يتغزل مع مقدمة هذا الشوط، يتغزل بالشداد للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. وفي المركز الثاني صوغان وصل في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد مطر بن محمد الخيال الطنيجي. الذيب غادم، الذيب قادم، يبي يتريق في هذا اليوم بالشداد وبالزمول. يا سلام يا الذيب، الذيب غادم، غادم الذيب للسيد حمدان بن سعيد بن يابر
هو الذيب على المركز الثالث وفي المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وفي المركز الخامس مشاقب في المركز الخامس للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي ابن الواثق دافع بمشاقب في هذا الشوط. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى صوغان. صوغان من الجانب الثاني يتسلل مع الخيال ويتخيل مقدمة هذا الشوط، يتخيل الشداد، يتخيل الرمز. والسلامات إلى هالي الذيب، يا السلام يا صوغان، يندفع إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني الغزال، في المركز الثاني للسيد سالم بن عبيد وظهيرة العامري، وفي المركز الثالث الذيب للسيد حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وفي المركز الخامس مشاغب في المركز الخامس للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. والغزال لا زال مسيطر رقم الظروف الذي ملمة بالغزال، وهو مسيطر على مقدمة هذا الشوط. ظروف صعبة على الغزال، لكن الغزال لا زال صامت على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بوظفيرة، للسيد عبيد بن سالم بوظفيرة العامري، للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني صوغان للسيد مطر بن محمد الخيال الطنيجي، وفي المركز الثالث الذيب في المركز الثالث. ويلا يا الذيب، كن ذيب ولا كلتك الذيابة. الذيب للسيد حمدان بن سعيد بن يابر في المركز الثالث. وفي المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وفي المركز الخامس مشاقب للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى صوغان. صوغان على مقدمة هذا الشوط، صاحب إنجازات عديدة على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة. ها هو صوغان على المقدمة للسيد مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي. وفي المركز الثاني الغزال للسيد سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. الذيب غادم، الذيب بدأ يتحرك، بدأ يندفع في هذه اللحظات، عينه على مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن سعيد بن يابر بن زعبيل. غدم بحربه وفي هذا الشوط يقدم بالذيب. ها هو الذيب، باحث عن الرمز، باحث عن الشداد في هذا الشوط. شوط الزمول، زمول المحليات، زمول المستقبل. يا السلام، ننتقل إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وفي المركز الخامس مشاغب وصل، ومشاغبة جميلة من مشاغبي بيشاغب على مقدمة هذا الشوط للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، صوغان على المقدمة، بدأ يندفع على مقدمة هذا الشوط. ويلا يا الخيال الشقي قادم مع الذيب، مع الذيب قادم. ها هو صوغان، ها هو الذيب، الذيب وصوغان. المعركة الغاي بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. تجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير. يا سلام الذيب، يا سلام يا ذيب، يا سلام يا ذيب. ينتزع، ينتزع، يعوي وتريك. يا سلام، ريوك حلو يا الشقي، ريوك حلو يا الشقي، مع المقدمة، مع السيف ومع الشداد. يا سلام يا ذيب، يا سلام. بريكفاست حلو، حلو جميل في هذا اليوم الجميل، في هذا الحضور الجميل من سيدي
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ها هو الذيب يعوي بالشداد، هناك سيف الإمارات مع حربة الذي اعتزلت الميادين، وهنا الذيب. يا سلام يا الذيب، يعوي يعوي الذيب يعوي. مشكور يا الشيخ الصغير، مشكور يا الصغي الصغير على هذا الأداء، على هذا الأداء المتميز. يا سلام، انت صغير لكن فعلك فعل كبير. ها هو الشقي مع الذيب، بنقول سلام 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 عليكم يا هل زعبيل. مع السيف اشداد، باليمين السيف وباليسار شداد. تهانينا للسيد حمدان بن سعيد بن يابر على فوز الذيب بشدادي هذا الشوط. المركز الثاني مشى قبل السيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبيس الهود. في المركز الثالث للسيد سلطان بن زيد بن معضد المشغوني. المركز الرابع مصيحان للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. المركز الخامس، المركز الخامس مهيض للسيد مصبح بن نايع بن صاروخ النعيم. هذه النتيجة. تابعنا وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، تابعنا الذيب وهو ينتزع الرمز، ينتزع الشداد بكل جدارة وبكل فوز في زمن وغدر 13 دقيقة 16 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن سعيد بن يابر، تهانينا أيضا للسيد سعيد بن عبد الله بن يابر على هذا الأداء المتميز الذي شفناه اليوم مع حربه ومع الذيب، والذي وصل في المركز الثاني مشاغب قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدر 13 دقيقة 17 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث. سلهود وصل في المركز الثالث قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدر 13 دقيقة 18 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشغوني على هذا الأداء المتميز الذي شفناه في يوم الختام في يوم السيوف، افتتاح مع حربة شوط سيف الإمارات وهي تودع ميادين الدولة وخارج ميادين الدولة برصيد مشرف من الإنجازات. 3 سيوف بالإضافة إلى السيوف، هناك كاسين إلى الإنتاج. نودعت يا حربة على هذا الأداء المتميز. تهانينا من الأعماق للشغي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر، تهانينا والنمو. إذن أشواط الرموز هنا ذهبت إلى المتنافسين، فاز بها كل المتحدين الذين انطلقوا في هذا الصباح من خلال المنافسة في يوم الختام وصباح الختام على أرضية